الدكتور أيمن مكاوي كان هو وزوجته في ضيافة أحد البرامج، كان الحوار بيتكلم عن نماذج الأزواج السعداء والطريق نحو حياة زوجية سعيدة. فبيقول للمذيعة إيه؟ أنا في 19 فبراير سنة 72 قلت لها بحبك، أنا بعتبر اليوم ده الفالنتاين بتاعنا. وكمل كلامه هو بيعاكس مراته وبيضحك وبيقول أديكي شايفة أول ما شفت عينيها الخضرة دي وقعت فيها على طول من أول بصة. المذيعة حاولت تقطعه، قال لها اصبري بس، في مشكلة دلوقتي في تعريف الحب. حب يعني إنسان ما قدرش أعيش من غيره، الحياة ملهاش طعم إلا بيه. وكمل وهو بيقول أنا أكتر مدة بعدتها عن أمنية كان من 45 سنة تقريبا، كانت شهر واحد بس، وأنا مدير تدريب وبسافر كتير، لكن أقسم بالله لا نوم حتى أعود. مدام هي مش نايمة جنبي مفيش نوم. فالمذيعة قطعته وبتقول له محدش هيصدق الكلام ده يا دكتور. رد وقال لها ده اللي حاصل. ردت وقالت له طب اقنعني. قال لها بصي، الحياة ملهاش طعم إلا بيها، الأكل ملوش طعم إلا بيها. تصوري إن أنا وأنا قاعد مثلا في البلكونة في آخر الشقة، وتروح هي المطبخ في آخر الشقة الناحية التانية، بعد نص ساعة لازم أروح لها وأقول لها وحشتيني. المذيعة ضحكت وبتقول له لحد دلوقتي؟ قال لها لحد النهاردة. خليني بقى أزيدك من الشعر بيت، إحنا مر علينا مواقف كتير تهدم أي بيت، مواقف مالية وإنسانية وحاجات مع أهلها، لكن هي كانت رمانة الميزان، عمود البيت فعلا، هي اللي بتمتص وتحتوي وتستحمل. ده أنا كنت ساعات أتخانق مع أهلي وهي اللي تصارحني عليهم، تقول لي إلا أهلك. وبعد كده عمل تجربة عملية بيشرح فيها أسباب الخلاف بين الأزواج، جاب برطمان وفتحه وقال لهم هنعتبر إن ده قلب كل واحد فينا، اتساع جميل وشكله حلو. وجاب مجموعة من الكور الصغيرة وبدأ يحط كورة كورة ويقول ده يوم ما طلبت كذا وما جبتهوش، وده يوم ما شتمت أهلي، وده يوم ما سبتني وزعلانة ومشيت. وفضل مكمل على هذا الوضع لحد ما البرطمان اتملى وقفل على آخره وكمل وقال بكده يكون القلب عبة وانت ما حاولتش تتعامل مع كل مشكلة في وقتها وتخرجها، فالقلب اتملى واتقفل. وقال في الآخر جملة عمري ما هنساها، قال أصلي مفيش حب هيدخل على قلب معبي. اسمعوا الجملة، أصلي مفيش حب هيدخل على القلب معبي. حلوة قوي الجملة دي. وخلص كلامه بجملة وقال اوعوا تناموا وانتوا على خلاف. وهو ده الحب يا جماعة، الحب الصح مع الشخص الصح. أصل الحب مش كلام ولا رومانسيات ولا أحضان وبس، الحب سند، ضعف وقوة في وقت واحد. الحب إنك تبقى واثق إن في إيد هتحميك من الوقوع، إنكوا تبقوا مسؤولين من بعض، مطمن، واثق، مستريح. الحب إنك تفضفض وتحكي وإنت متأكد إن في قلب هيسيعك ويسيع الدنيا كلها علشانك، قلب بيصالح ويعتذر، قلب بيحن وبيعذر وبيسامح. الحب إيد تطبطب وقلب يحمي. الحب هو التصرف الصح في الوقت الصح، إن حلم حبيبك يبقى جزء من حلمك، وإنكوا تكملوا المشوار بالود وبالمحبة وبالرحمة. تعالوا نسمع الرسالة. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس وبخير. لو سمحت يا محمد، مطلوب زوجة تانية وفورا من فضلك. اصلا انا بمر بأزمة عائلية جديدة وقررت على اساسها ان ادور على زوجة تانية. بس بالله عليك يا محمد، عايزك تحكي الموقف اللي حصل معايا اللي خلعت منه بعجوبة، اللي حكيت لك عليه واحنا في المطعم. يا رب تكون فاكره، ولو افتكرته احكيه عشان خاطري. حاضر يا اخ محمود. كنت قاعد يا جماعة أنا ومحمود في مطعم من مطاعم وسط البلد. محمود يا جماعة طول عمره بيحب الضحك والهزار، لكن وعلى عكس المعتاد لقيته مكشر ومش بيتكلم، مش زي عوايده. قلت انكشه كده واشوف ماله. سألته مالك؟ مكشر وساكت. رد وقال لي كلمة عمري ما سمعتها منه قبل كده، قال لي أنا بعيد حساباتي مع نفسي. قلت له إيه الكلام الكبير ده؟ أنا مش متعود منك على الكلام العميق ده. قال لي أنت مش غريب، أنا هحكي لك. وبدأ يحكي ويقول انت عارف ان انا حياتي الاسرية مش مستقرة،
وعلى طول في خناقات مع مراتي، حتى عيالي حس انهم تاهين وسطنا، وكنت بهرب من مصايبي دي بالضحك والهزار مع اصحابي، عشان الواحد يعني يخرج من المود الوحش اللي هو فيه. ومن كتر المشاكل اللي الواحد ما بيفوقش منها، لقيت نفسي من غير ما احس عملت اكاونت فيك، وقلت اعمل اعلان كده من باب الضحك والهزار، وكتبت فيه مطلوب زوجة تانية واللي شايفة نفسها جادة الكلام على الخاص. وطبعا جات لي رسائل وتعليقات، منها السخيف ومنها المضحك، وطبعا كنت بضحك من كتر الرسائل، لحد ما جات لي رسالة مكتوب فيها أنا جادة وموافقة أن أكون زوجة تانية وده رقمي. قلت آه أكيد دي بقى من بتوع شحلي والكلام ده، لكن حاجة جوايا قالت لي وهتخسر إيه، ما تجرب. رحت متصل بيها واتكلمنا، والكلام جاب بعضه لحد ما اتقابلنا طبعا علشان نتعرف. ده غير ان حسيت ان الموضوع بجد، وخصوصا انها يعني ما قالتليش شحل ولا حاجه. المهم اتقابلنا في مكان عام، لقيت واحده جايه لي من بعيد زي بتوع الافلام، ايه من ايات ربنا في الجمال والشياكه، لدرجه انها خلت عقلي يطير من مكانه. وقلت بس ده انا وقعت واقف، هتجوزها يعني هتجوزها ايا كان العواقب، البت دي ما تتسابش. قعدت قدامها طبعا وعيني ما نزلتش من عليها. اتعرفنا على بعض وقعدنا نتكلم، وبدأت أحكي لها عن قصة حياتي ومعاناتي مع مراتي الكئيبة وعيالي اللي ضاعوا وسطنا، وإنها تكون طوق النجاة بالنسبة ليا في الوقت ده. وهي طبعا قاعدة ومركزة في كل حرف بقوله. وبعد ما خلصت قالت لي أنا موافقة على الجواز منك بس ليا شروط. قلت لها موافق من قبل ما أسمعها؟ قالت لي لأ لازم تسمعها الأول. قلت لها قولي. قالت لي أول شرط مفيش خلفة علشان أفضل محافظة على جمالي ورشاقتي، ولا كل ده هيروح؟ قلت لها بالعكس ده عايز الطلب، انا مش محتاج عيال اصلا. قالت لي تاني شرط انت لازم تخس، لازم تنزل نص وزنك. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني انت عايز واحده شيك وجسمها مثالي زيي، تمشي جنب واحد كرش ومترين، انا كمان من حق اتباهى بيك. قلت لها طيب هحاول. وطبعا بدات ابلع ريقي وعرق من كل حته. وبعدين ابتسمت وقالت لي بدلع انا بقى عايز اقول لك تالت شرط، هتسفرني فين في شهر العسل؟ على فكرة أنا عايز أسافر برا مصر. قلت لها باستغراب يعني عايزة تروحي فين مثلا؟ شرم الشيخ ولا الساحل؟ قالت لي لا شرم إيه وساحل إيه، أنا عايز أروح ماليزيا فرنسا، بيقولوا إن إيطاليا فيها شنط تحفة، وأنا في عقلي بالي بقول دي جاية علشان حقق أحلامها ولا إيه. فقلت لها وبعدين؟ قالت لي رابع شرط. قلت لها وأنا مخدود هو لسه في رابع؟ قالت لي آه، مصروف إيدي الشخصي مش هيكون أقل من 5000 جنيه، علشان البرفيوم والمكياج والهدوم وشوية حاجات مهمة كده. خامس شرط. قلت لها بس استني لحد هنا وكفاية، أنا أصلي افتكرت مشوار مهم عند دكتور الضغط. وطبعا استأذنت منها وقلت يا فكيك، بيقول لي مشيت ومفيش حاجة شغلة بالي غير مراتي الغلبانة اللي أنا راميها في البيت من غير تكييف في الحر ده، وقد إيه أنا ظالمها ودايس عليها، وهي عمرها ما قالت لي لا سفرني، حتى ما قالتليش سفرني جمصة، ولا حتى في يوم قالت لي هات لي وجيب لي، ولا اتشردت عليا، ومستحملاني ومستحملة همي وقرفي، حتى كرش المترين مستحملاه. وأنا لو وفرت لها نص اللي الهنم عايزاه هتبقى أحسن من نجوم السينما والله. وكل اللي بفكر فيه حاليا إن مراتي دي طلعت نعمة، واللي يقول غير كده نعمة. استنونا. خلونا نبدأ معاكم القصة بسؤال، هو إيه اللي بيخلي أي علاقة تنجح؟ الحب. طيب إيه اللي بيخلي أي علاقة تفشل؟ الحب برضو. طيب إيه اللي بيخلينا ننجح في حياتنا؟ الحب. من غير الحب في حياتنا كانت الدنيا تبقى جامدة، مفيش عاطفة ومفيش مشاعر. من غير الحب مش هتلاقي أم تضحي علشان ولادها، من غير الحب مش هتلاقي أب يحن على عياله، من غير الحب مش هيكون في علاقات اصلا. الدنيا كلها قايمه على الحب. تعالوا نسمع قصه النهارده. قصه النهارده قصه حب احمد وفريده. فريده بنت مصريه من اهل النوبه، واحمد شاب مصري صعيدي وابن بلد. احمد وفريده جمعتهم قصه حب فيها تفاصيل غريبه، وزي اي علاقه بتبدا بالتعارف ثم الاعجاب ثم الحب. اللي أول ما دخل قلب أحمد راح قال لي فريدة أنا بحبك، معجب بيكي جدا، معجب بأخلاقك وأدبك،
حس انك شبهي وبتكمليني. فريدة في الوقت ده رحبت جدا لانها كانت بتبادله نفس الشعور. وفعلا احمد راح قابل والد فريدة، وبعد نقاش استمر حوالي ساعة انتهت المقابلة بالرفض، لان اهل النوبة عندهم عادات وتقاليد انهم لازم يتجوزوا من بعض. احمد خد الصدمة وراح اتصل بفريدة قال لها والدك رفض، لكن اطمني انا هحاول معاه مرة تاني. وفعلا عدت الايام واحمد قابل والد فريدة وفتح معاه الموضوع مرة تانية. قال له يا عمي انا دخلت البيت من باب وعاوز اتجوز بنتك، وعندي امل كبير انك توافق. لكن المرة دي كان رد والد فريدة عنيف جدا. قال له هو منفعل، انت جيت لي قبل كده وانا قلت لا، من فضلك الموضوع ده انتهى، ولو اتكلمت فيه مرة تانية ما تلومش الا نفسك. احمد مشي من عنده والدنيا ضلمة في وشه. اتصلت بيه فريدة وقالت له ما تسيبنيش، انا حاسة ان ربنا كاتب لي الخير معاك. قال لها ما تقلقيش، انا مش ممكن اسيبك ابدا، وان شاء الله هحاول معاه مرة تانية. وفعلا احمد قرر يقابل والد فريدة للمرة الثالثة، لكن فريدة قالت له انا بابا مسافر عمرة الايام الجاية دي. وفعلا والد فريدة سافر العمرة، لكن المفاجأة ان بيبص قدامه لقى احمد في وشه. احمد سافر وراه مكة علشان تبقى دي المقابلة رقم 3. ابو فريدة مش مصدق، لدرجة انه فضل واقف في مكانه بيبص وساكت مش قادر ينطق. احمد قرب منه وقال له دي تالت مرة اجيلك علشان اطلب فيها ايد فريدة للجواز، لكن المرة دي انا جيت لك قدام بيت ربنا علشان اشهده عليك، لو لسه رافض بص للكعبة وقول لربنا لا. ابو فريدة ساكت مش مستوعب الموقف، وفجأة اتحركت مشاعره وبدون ما ينطق اتحرك ناحية احمد وخده في حضنه وطبطب عليه. وفي اللحظة دي انهارت كل العادات والتقاليد. ابو فريدة نطق قلبه حن لما لقى اللي قدامه راجل ويستاهل. قال له يا احمد انا مش هلاقي البنت، يا راجل احسن منك، انا موافق ومبروك عليك فريدة. احمد مش مصدق نفسه، مش قادر يتمالك نفسه من الفرحة، وقروا الفتحة قدام باب الكعبة. احمد وفريدة دلوقتي عندهم بنتين، مكة وزمزم. تعرفوا يا جماعة اجمل ما في الحب ان ربنا يرزقك بحد تحبه فتتجوزه فتعيش معاه الباقي من حياتك. اجمل ما في الحب انك تتذوقه وتحسه، انك تبذل المجهود علشانه. اصل الحب مش كلامه بس، الحب افعال. الحب انك تبقى سند اللي بتحبه، يبقى مطمن وهو معاك، واثق انك عمرك ما هتهزله مهما دقت بيك الدنيا او ضغطتك. الحب ايد تساعد وايد تطبطب، ايد تشارك وايد تشيل. التعب في مساعدة اللي بنحبهم راحة، والعرق كأنه مطر نزل في عز الحر. بتعدي الأيام ونفتكر الذكريات الحلوة والمواقف اللينة، والحنية وقت الاحتياج، والكتف اللي شال علشان بس يشوف اللي بيحبه مرتاح. خلصت القصة وخلصت الحلقة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.